بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما يا أرحم الراحمين. نتابع معكم أيها الإخوة الكرام دروس السيرة النبوية من يمنى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدرس 11. توقفت في الدرس الماضي عند مرحلة 3 سنوات الأولى التي كانت بعد نزول الوحي، والتي كانت الدعوة فيها بالسر، لم يعلن ولم يجاهر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت بأن الغرض من ذلك هو إعداد الرجال وبناء النواة الصلبة للدعوة وللدين قبل أن يصطدم هذا الدين مع خصومه. فمن المنطق بأنه قبل أن تدخل في أي صراع لابد أن تعد نفسك جيدا، ولا بد أن تعد الرجال الذين سيخوضون هذا الصراع. ستقول لي أين الصراع؟ يعني من الذي افترض أنه سيحصل صراع؟ الصراع قادم لا محالة بين الحق والباطل، فالباطل لا يمكن أن يترك الحق في أي زمن من الأزمان ولا في أي مجتمع من المجتمعات. لذلك شفت بحديث بدء الوحي أول ما قاله ورقة بن نوفل للنبي عليه الصلاة والسلام: ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهن؟ هم قال: لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا أخرجه قومه أو إلا عاداه قومه. طبعا ورقة بن نوفل هنا يستشف المستقبل الذي لا محالة سيقع، وهو الصراع بين الحق والباطل. ولذلك كانت مرحلة بناء الرجال في البداية. والإسلام كما تعلمون أيها الإخوة هو دين للعالمين، دين ليس فيه شيء مخفي وليس فيه شيء مستتر على الإطلاق. لذلك هذه السرية في بدء الدعوة ليست مبررا لما تمارسه بعض الأحزاب والمنظمات والجماعات التي تدعي أنها تعمل للإسلام ومن ثم تنشط بشكل تنظيمات سرية إلى غير ذلك، لأن مثل هذه الأحزاب والتنظيمات وغيرها ليس هدفها الدعوة وإنما هدفها السلطة، هي قضية أخرى يعني لسنا فيها. المهم بعد مرور 3 سنوات جاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. إذن جاء الأمر، شو كان الأمر الإلهي؟ مو فجهر وإنما فاصدع، فاصدع بما تؤمر وليس فجهر، وهناك فرق. شوفوا القرآن الكريم أيها الإخوة الكرام يعني لا مثيل له في البلاغة على الإطلاق، ولذلك تحدى الله عز وجل الفصحاء أن يأتوا بمثله. ومن أمثلة البلاغة العظيمة فيه هو هذا المثال عندما قال للنبي: فاصدع بما تؤمر. طبعا هو الغرض هو الجهر، ولكن لماذا استخدم الصدع؟ طبعا الصدع هو من معاني الجهر، ولكن لأن هذا الجهر سيكون له تأثيرات كبيرة جدا، ستتصدع قريش كلها وسيتصدع العرب وستتصدع البشرية كلها اعتبارا من هذه اللحظة.
لذلك قال فاصدع، لأنها لحظة تصدع فعلا. فماذا فعل النبي هنا صلى الله عليه وسلم عندما نزلت هذه الآيات؟ طبعا من أن ننتبه لنقطة بالآيات، قال الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، يعني لم يأمره بالمجابهة هنا المرحلة الأولى، ما أمره بالمجابهة، قال له أنت أصدع ولكن أعرض عن المشركين، إنك فيناك المستهزئين، ستتعرض للاستهزاء للإيذاء للقول كذا، أعرض. شوفوا في مراحل، وكتير مهم لما نحن بندرس السيرة النبوية نفهم المراحل، لأنه بيجي بيقول لك إنه والله الإسلام دين قتال، الإسلام دين كذا، الإسلام دين سفك الدم، كله غزوات، كله ما بعرف شو. أطول بالك، أنت قرأت السيرة أول 3 سنين دعوة في السر، بعدين دعوة أمر فيها بالجهر مع الإعراض، يعني مع عدم المواجهة. هلأ منشوف أيمت منوصل لمرحلة القتال. وأعرض عن المشركين. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ القصة معروفة، ولكن التعابير والجمل التي قالها عليه الصلاة والسلام مهمة. خرج عليه الصلاة والسلام ووقف على جبل الصفا. جبل الصفا اللي بيروح إن شاء الله هيك الله بيطعمنا جميعا الحج والعمرة، جبل الصفا قريب جدا من الكعبة، يعني من يقف على جبل الصفا يرى الكعبة، يعني ما بعيدة عنه حوالي 20 متر 30 متر، فهو مكان عظيم بالنسبة للعرب لقريش. فصعد على جبل الصفا، اختار مكان له رمزيته لأنه سيقول كلاما خطيرا جدا، وجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي، حتى اجتمعوا بنو فهر وبنو عدي، هن اللي بيمثلوا قريش. فجعل، شوفوا هون شو بيقول لك، فجعل الذي لم يستطع أن يخرج يرسل رسولا لينظر. يعني تفاجئوا هن إنه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قبل البعثة شخصية، يعني حتى بالنسبة لكل قريش شخصية محبوبة، شخصية إلى مكانتها، موضع ثقة، يرقب بالصادق الأمين، يستشار، معروف برجاحة العقل. ما جرت العادي أنه هو يخرج ويوقف وبده يدعي، يعني بده يخطب بالناس. فشوفي ناس تفاجئت، فاللي ما راح بعد حدا يحضر. طبعا هم مع الإشارة، لأنه البعض كان يعني بلش الخبر يتسرب أنه في شيء محمد يدعو بدعوة معينة، فالمهم راحوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. شوفوا الأسلوب، طبعا القصة معروفة، ما لنا عم نسرد قصص الكل بيعرفها وحافظها، ولكن نريد أن نفهم شو الأسلوب اللي اتبعه النبي عليه الصلاة والسلام. أسلوب سوف ترونه يتكرر كثيرا فيما بعد حياة النبي وأقوال النبي عليه الصلاة والسلام، وستجدونه يتكرر كثيرا في القرآن، اللي هو أسلوب ضرب المثل، لأنه ضرب المثل يقرب الفكرة للناس. قال لهم أكنتم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف الوادي، يعني في جيش بده يجي يداهمكم، تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. ضرب مثل أنه أنا خلال 40 سنة لم أكذب عليكم، خلال 40 سنة لم أقل شيئا لم يكن صادقا، فهل إذا أخبرتكم بشيء الآن ستصدقوه؟ فالجواب البديهي أنه نعم. هون الرسالة أيها الإخوة، أن من يريد أن يحمل أمانة، أن يحمل رسالة، أن يحمل هذا الدين، بده يكون عنده شو؟ بده يكون عنده ماضي مشرف، أو أن يتوب من ماضيه إن كان سيئاً. من يريد أن يحمل الدين ينبغي أن يتصف بالاستقامة، ما بيكون إنسان كذاب ودجال ونصاب ومحتال وآكل أموال الناس،
ومشعوذ ومنجم وكذا وكذا وكذا، وبعدين بده يطلع يوعظ الناس، تاريخه كله ملطخ، بده يطلع بعدين يحكي الناس بالدين، ما بتزبط. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما استشهد به هو ما عرفه الناس عنه من صدق وأمانة، فقالوا ما جربنا عليك كذبا قط، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. لا، ماني عم خوفكم من جيش بده يجي يدهمكم، عم خوفكم من شيء أخطر من هيك بكتير، وهو عذاب شديد إن لم تطيعوا. فهنا مين كان أول المجابهين؟ شوفوا قلنا بدها تجي المجابهة، بلشت المجابهة من اللحظة الأولى. مين أول المجابهين؟ لم يكن يتوقع أحد ذلك، كان أبو لهب، كان أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. طبعا أيضا من الآيات التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمره بالصدع وبالجهر، وهو هي قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين. كان في أمر عام وفي أمر خاص. عشيرتك الأقربين يعني أقربائك، أسرتك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جمع أهله وقرابته وعشيرته وذويه وقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، كل أقرباؤه. ثم خاطب أحب الناس على قلبه وأقرب الناس إليه من أسرته السيدة فاطمة، قال يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. ما بقدر أعملكم شيء، لا قرابتي ولا غير قرابتي، ما في بيني وبينكم غير صلة الرحم التي سأقوم بحقها. طيب، هون في ملحوظة، أنه ليش النبي عليه الصلاة والسلام اختار بأول صدع بالدعوة، بأول نقطة بالدعوة، شو اختار؟ اختار التخويف من العذاب. انتبهنا؟ شو قال لهم؟ لما جمع الكل قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وهون لما جمع أقرباءه شو قال لهم؟ يا بني كذا أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذي نفسك من النار، أنقذوا أنفسكم من النار. لماذا اختار هذا الأسلوب عليه الصلاة والسلام؟ تقول لي هلأ الإسلام دين الرحمة، الإسلام دين المحبة، الإسلام دين الخير، رحمة الله سبقت غضبه، كذا، ليش اختار النبي هالأسلوب؟ نقول طبعا الإسلام دين الرحمة، وطبعا الرحمة مقدمة على العذاب، ورحمة الله أوسع من غضبه ومن عقابه بلا شك. ولكن أيها الإخوة، من طبيعة الناس أنها يعني كثير من الناس لا يمكن أن تجذب انتباهها إلا بالخوف، إلا إن حذرتها من خطر قادم. يعني وأنتوا شوفوا أكبر مثال على قصة الخطر القادم، إنه هلأ بنطلع نحن بندعي الناس إنه أقبلوا إلى المساجد، أقبلوا إلى كذا، أقبلوا، بيجوا 10، بيجوا 20، 100، 200، الحمد لله الآن المساجد مكتظة برمضان إلى آخره، فبالترغيب بيجوا كذا، صار زلزال، هزة بسيطة، تلاقي العالم كله هرعت إلى الله سبحانه وتعالى. الناس هيك طبعا سبحان الله، لا تأتي إلا بصياط التخويف. طبعا نحن هنا لا نحث على التخويف، ولسنا مع التخويف ومع الترهيب، الإسلام علمنا الترغيب والترهيب، بس هون عم نفهم أنه ليش النبي بالبداية عليه الصلاة والسلام اختار هالأسلوب، اختار هالأسلوب حتى يلفت الأنظار جميعا، ينبهون أنه في خطر، انتبهوا،
ما القصة قصة إنه يلا أنا عم بدعيكم ليك وفي الله وفي جنة وفي نار وفي كذا، مش الحال، عجبكم كويس ما عجبكم يلا بسيطة القصة. لا، موضوع أخطر من ذلك. أنت خلقت أيها الإنسان لغاية، لهدف، وهذه رسالة من الله لك. انتبه، إن أدرت ظهرك وأغلقت أذنك في مشكلة، في عقاب. وأنا دائما بضرب مثل إنه غريب الإنسان، نحن كلنا فعلا شيء غريب. أتينا إلى الدنيا ما حدا أخذ رأينا، صح؟ ما لقينا حالنا غير ولدنا، ونذهب من الدنيا كمان ما حدا بياخذ رأينا، بيحضر الأجل انتهى. جيت وطلعت بدون ما حدا ياخذ رأيك، ولوجدت نفسك في هذه الدنيا تمضي فيها سنوات، ألا تسأل نفسك من الذي أوجدني؟ من الذي خلقني في هذه الحياة؟ ماذا يريد مني؟ إلى أين سأذهب؟ بضرب مثل دائما الموضوع إنه تخيلوا إنسان فهيك فجأة لقى حاله بطيارة، شو لازم، شو بيعمل أول شيء؟ هو لا بيعرف لا حاجز بالطيارة ولا شيء ولا كذا ولا ما، فلقى حاله بطيارة، ما بيسأل حاله مين حجز لي؟ مين طلعني بالطيارة؟ أيمت بدي وصل؟ أنا عوين رايح؟ طيب أنا ليش رايح؟ شو الشغل اللي رايح مشانه؟ نحن هيك بالدنيا، نحن قاعدين بهالطيارة بس ما حدا منا عم يسأل لا مين طلعني ولا وين نازل ولا شو بده مني ولا كذا. فالنبي يلفت نظرنا إلى خطر، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهنا ينبغي أن نحذر. طبعا ليش إخواني الكرام، لماذا كان هناك دعوة لعامة الناس وبعد ذلك دعوة للأسرة للأقرباء؟ هذا حتى يتضح لنا بأن الإنسان عليه مسؤولية فردية قبل المسؤولية العامة، ولا سيما في مجال الدعوة والخير. في عندك مسؤولية فردية، أول شيء مسؤوليتك عن نفسك وهي الأساس، بعد ذلك أنت مسؤول عن من ترعاهم، عن أسرتك وعن أقربائك، ثالثا أنت مسؤول أن توصل الخير لكل الناس. هن ثلاث دوائر، ثلاث دوائر. دائرة الأولى، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. دائرة الثانية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، الحاكم يعني، والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته يعني في أسرته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. كل إنسان مسؤول هون بقى عن نطاق مسؤوليته المرتبطة فيه إله. وبعد ذلك مسؤول أن توصل الخير لكل الناس، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. بس أنت بالمسؤولية العامة بتعمل اللي عليك، استجاب لك الناس استجاب، ما استجاب خلص تكون أديت ما عليك. بالنسبة لأسرتك بتصير المسؤولية أشد هون، هون بدك تدعي إلى الخير وبدك تتابع وبدك تحاول، وابنك طلع كذا بدك تضل تلاحقه تتابعه، بنتك كذا قريبك بدك درجة متابعة، حتى إذا عجزت خلص. فالدائرة الثانية أشد من الدائرة الأولى. الدائرة الثالثة هي الأكثر شدة، وهي مسؤوليتك عن نفسك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجه دعوة عامة ثم خصص بالنسبة لأسرته. وهذه رسالة لنا جميعا، يعني اليوم بيكون إنسان مهتم بالشأن العام، معني بالشأن العام، مسؤول عن قضايا الناس، ولكنك تنظر
فتجده مهملا لأسرته، تجد أبناءه مجانبين للصواب وللحق وللخير، تجده لا يقوم بحقوق بيته، تجده غير وصولا لرحمه. فهذا الإنسان الذي يفشل في الدائرة الأولى والثانية لا يمكن أن يكون ناجحا في الدائرة الثالثة، بيكون عادة كذاب، مدعي، ممثل، اللي بدك يعني. بس بدك تقنعني أنه أنت تريد الخير للبشرية وأنت أسرتك ما نقلت لها الخير؟ ما ممكن، لا يمكن. أنت فيك خير ل ناس بمدينة تانية أو ببلد تانية وتريد أن تحمل لهم الخير وأنت عاق لأبيك وأمك اللي هن أصحاب الفضل الأساسي عليك؟ لا يمكن. فدوائر المسؤولية التي نتعلمها هنا من صدع النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة، دوائر المسؤولية أيها الإخوة هي قضية أساسية ينبغي أن نعيد ترتيب أولويات حياتنا بناء عليها. لأنه مشكلة كثير من الناس حتى في موضوع الدعوة، بموضوع التدين، أنه عنده لخبطة بالأولويات، داخل الأمور كلها ببعضها، فتجده حريصا أشد الحرص على مندوب من المندوبات ومستحب من المستحبات، ولكنه مفرط بفريضة، وهذا خطير. فدوائر المسؤولية ينبغي أن تكون واضحة. الصدام الأساسي بعد الجهر بالدعوة ما كان سببه؟ شو سبب الصدام؟ صدام النبي عليه الصلاة والسلام مع قريش، صدام سيدنا نوح مع قومه، صدام سيدنا هود مع قومه، صدام سيدنا صالح مع قومه، كل الأنبياء والرسل. في سبب رئيسي جوهري هو الذي يخلق الشرخ الكبير، وفي أسباب فرعية. شو هو السبب الجوهري؟ دعونا نرى هذا السبب في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.